وفقا للمرسوم الرئاسي سيتم رفع معدل الرسوم الجمركية على المشروبات الكحولية إلى 140% والسيارات إلى 120% والتبغ ومستحضرات التجميل إلى 60% والأرز إلى 50%. هذا وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي على تويتر إن الرسوم الجمركية الإضافية ترجع إلى مخالفة الولايات المتحدة لمبدأ المعاملة بالمثل وشنها الهجوم المتعمد على الاقتصاد التركي. وقال المتحدث باسم القصر الرئاسي التركي إبراهيم كالان في مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء إن هذا الإجراء التركي هو إجراء ضروري ضد إجراءات الجانب الأمريكي، مؤكدا أن الجانب التركي لا يرغب في حرب اقتصادية مع أي جانب. كجزء من هذه الإجراءات، تم إصدار مرسوم رئاسي لفرض رسوم جمركية إضافية على بعض المنتجات الأمريكية، وتم نشره في الجريدة الرسمية، ونرى أن الشعب التركي يد مراد فعلنا. إنه إجراء مضاد، ولكن كما قلت، تركيا لا تريد حربا اقتصادية مع أي جانب.